الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قلوب تشتاق إلى الجنة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. قلوب تشتاق إلى الجنة. في يوم من الأيام قام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، وطلب من وزيره المخلص رجاء ابن حيوة أو رجاء ابن حيوة، وطلب منه أن يشتري له ثوبا. وكان في هذا الوقت عمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة المنورة، فاشترى له رجاء ثوبا بخمسمائة درهم. فقال: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميراً على المؤمنين يحكم 26 دولة، أرسل رجاء مرة أخرى ليشتري له ثوباً جديداً، فاشترى له ثوباً بخمسة دراهم. فقال: ما رأيك أمير المؤمنين؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء وقال: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: أخبرك يا رجاء، يا رجاء، إن لي نفسا تواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي فوقه، فلقد تاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها تاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة تاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين، فلما أصبحت أميرا على المؤمنين تاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل للجنة يا رجاء. قلوب تشتاق إلى الجنة. لذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دائما من الحديث عن الجنة. ففي الحديث الذي رواه مسلم أن حنظلة لقي أبا بكر رضي الله عنهما فقال له: يا أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، أي من كثرة ما كان النبي يكلمهم عن الجنة والنار فكأنهم يرون الجنة والنار أمام أعينهم إلى آخر الحديث. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الجنة قريبة جدا. ففي الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة، ولذا ظل النبي يشوق أصحابه إلى الجنة، وما كان النبي تاجر مع أصحابه إلا بالجنة. من يحفر بئر روما وله الجنة، من يجهز جيش العسرة وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وهكذا ظل النبي دائما يربط كل شيء بالجنة، إلى أن تاقت أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنة رب العالمين. بل ولا عجب أن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أي طاعة في هذا الدين العظيم إلا وربطها بالجنة. ولماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أن المسلم جبل على حب الأجر، وليس المسلم فحسب، أي إنسان على وجه الأرض جبل على حب الأجر. لو أنك قلت لإنسان: تعال وقتي لتعمل عندي في البيت ولن تأخذ أجرا، فيفر منك، لن يعمل عندك. أما لو قلت له: سأبذل لك أو سأبذل لك العطاء، سيأتيك. وكذلك الإنسان إذا علم أنه يعمل ولا يؤجر فلن يعمل. ولذا صح في الحديث:
وضعت صبيا صغيرا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسألته سؤالا فأجابها النبي بإجابتين. قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ينفع أخذ الصبي الصغير ده أخليه حج معايا؟ قال: أجل، ولكن أجر. مع أنها لم تسأل عن الأجر، لكن أراد النبي أن يوضح أن لها أجرا حتى يحفزها بعد ذلك أن تأخذ ولدها إلى مواسم الطاعة والخير. فالنبي ما ترك طاعة إلا وربطها بالجنة، بدءا من كلمة التوحيد. حينما يقول المسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. الوضوء: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الأذان: من أذن في 12 سنة وجبت له الجنة. الصلاة: من صلى البردين دخل الجنة. من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة. الصيام: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. الزكاة والصدقات: من تصدق أو من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة الثمانية. الحج: والحجة المبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة. الجهاد: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله. طلب العلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بر الوالدين: الوالد أوسط أبواب الجنة. كفالة اليتيم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهكذا ما ترك النبي طاعة إلا وربطها بالجنة حتى يحفز قلب كل مسلم أن يعمل بعمل أهل الجنة ليكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. لذا تحفزت قلوب الصحابة. تجد في معركة بدر، وهي أول غزوة وأول لقاء بين المسلمين وبين المشركين، الصحابة في غاية الانبهار، لأن هذا أول لقاء ما بينهم وبين المشركين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يحفزهم للجهاد وهم واقفون في هذا الموقف العصيب، وقد خرجوا للحصول على العلم، ما خرجوا للجهاد، ولكن تحول الأمر إلى جهاد بإذن الله جل وعلا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. وما زال الصحابة لم يتكلموا، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بصحابي جليل شاب من الشباب كان واقفا بجوار النبي فكلم نفسه ولكن بصوت عالي، يعني تخيل واحد بيكلم نفسه بس صوته سمع اللي جنبه، فمن اللي جنبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا به عمير بن الحمام يقول: جنة عرضها السماوات والأرض، بخل بخل. فقال النبي: ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال النبي: أنت من أهلها. قد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، يعني الكلام ده مش من عنده صلى الله عليه وسلم، يعني في خلال الفترة اللي قال فيها عمير: لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. شفت الفترة دي لم تستغرق 15 ثانية، كان جبريل عليه السلام نزل من فوق 7 سماوات وخد الأمر من المولى عز وجل وأصر للنبي وقال له: قل له أنت من أهلها. وده اللي يفسر لنا كما عند مسلم ليه أم أيمن كانت تبكي حينما زارها أبو بكر وعمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بيقول لعمر: هيا نزور أم أيمن كما كان النبي يزورها. فلما زارها أبو بكر وعمر ودخل على أم أيمن فلما رأتهما بكت، فقال أبو بكر: ما يبكيك يا أم أيمن؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: أعلم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. الله، الوحي نعمة، نعمة عظيمة. فلان يذنب ويظل هكذا فترة إلى أن يأتي الوحي فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد تاب على فلان. الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ينزل قول الله عز وجل: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلان من أهل الجنة، فلان يدخل الجنة بغير حساب، الوحي من كل خير. فإذا بالحبيب المصطفى يقول لعمير بن الحمام: أنت من أهلهم. فما كان من عمير
إلا أن أخرج بعض التمرات فأكل تمرة أو تمرتين، ثم نظر إلى سائر التمر وقال: سبحان الله، والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمر ودخل فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما عند البخاري يدخل على بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. دف النعل هو صوت تحريك النعل، يعني سمعت صوت رجليك قدامي في الجنة. فقال: لا شيء يا رسول الله سوى أني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت بذلك الوضوء ما قدر لي. كلما يحدث يتوضأ، وإذا توضأ صلى ركعتين. بعمل بسيط رآه النبي وسمع صوته أمامه في الجنة. بل وتأتي البشرى صراحة كما عند الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال وعمار وسلمان، قال: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة. خد بالك، إحنا كلنا مشتاقين للجنة، لكن الجنة بقى مشتاق مين؟ النبي بيقول اشتاقت الجنة إلى ثلاثة: علي وعمار وبلال. وفي رواية الترمذي بسند صحيح: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان. يبقى بالجمع بين روايتين اشتاقت الجنة إلى أربعة: علي وعمار وبلال وسلمان. بل وفي يوم من الأيام كان النبي يصلي، فلما انتهت الصلاة استدار النبي ونظر إلى أصحابه وقال: أين ثابت بن قيس؟ ما كان النبي يترك أحد من أصحابه يغيب إلا ويسأل عنه ويتفقده صلى الله عليه وسلم. أين ثابت بن قيس؟ قال: لا ندري يا رسول الله. قال: من جاره؟ قال: سعد بن معاذ. أنا يا رسول الله. قال: هل به من بأس؟ هل هو مريض؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فقل له لماذا لا تأتينا. فذهب سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس، والحديث رواه مسلم، فقال له: إن رسول الله يقرئك السلام ويقول: لماذا لا تأتينا؟ فقال: شر يا سعد. حصل الموضوع كده، أنا بحسبه شر. قال: ما هو؟ قال: نزلت تلك الآية: وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. ما هي الآية؟ قول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فثابت بن قيس كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي الوفود فيقيمون رجلا فيخطب خطبة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقيم له النبي ثابت بن قيس، وكان قوي الصوت بليغ الحجة يعني فصيح اللسان، فكان يخطب خطبة أمام هذا الرجل. فكان صوت ثابت بن قيس عالي جدا، فظن أن صوته ما دام أنه يعلو فوق صوت النبي أنه قد حبط عمله وأنه من أهل النار. فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخد بالك برضه شوف نعمة الوحي بقى، قال له: يا رسول الله، إنه يقول أنه من أهل النار وأنه قد حبط عمله. في اللحظة دي كان جبريل قد نزل من فوق السبع سماوات وقال له: يا رسول الله، قل له يقول لثابت بن قيس: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لثابت بن قيس: لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فذهب إليه سعد بن معاذ كما في رواية أحمد، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدره وقال: يا ثابت بن قيس، أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال: أجل يا رسول الله. قال: فلك ذلك. فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة، وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. بل وفي يوم من الأيام في غزوة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر الرماة ألا ينزلوا من على الجبل ولو رأوهم تخطفهم الطير، ولكن الرماة تأولوا حينما انتهت الغزوة في بداية أمر لصالح النبي وأصحابه، فظنوا أن الغزوة قد انتهت، فنزل أربعون من على الجبل وبقي عشرة على رأسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم أجمعين. لما نزل الأربعون كان خالد بن الوليد في ذلك الوقت كان مشركا وكان يقاتل في صفوف المشركين، فلما رأى ذلك استدار حول الجبل وانقض على النبي وأصحابه فقتل سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرادوا بعد ذلك أن يقتلوا النبي وأن يمثلوا بجسده. فنادى النبي على أصحابه
قال هلم إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمع إليه سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين، والحديث رواه مسلم. فقال النبي، تأمل معي هذه المنحة، قال من للقوم وهو رفيقي في الجنة؟ مين يقابل الناس ديت ومش هيبقى في الجنة بس، لا ده يبقى معايا في الجنة. فتقدم السبعة من الأنصار الواحدة تلو الواحد يدافعون عن النبي وينافحون عنه صلى الله عليه وسلم، فقتلوا جميعا. وكان آخر هؤلاء السبعة رجل يقال له عمارة ابن يزيد بن السكن، الذي لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه حتى وضع خدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إليه ومات كأنه يقول يا رسول الله أنا خلفك ووراءك حتى آخر قطرة من دمي. فبكى النبي ونظر صاحبيه وقال ما أنصفنا أصحابنا، من للقوم؟ فقال سعد بن أبي وقاص أنا يا رسول الله. فنثل النبي كنانته التي فيها السهام وأعطاها لسعد بن أبي وقاص وقال إرم سعد فداك أبي وأمي. فرمى سعد حتى نفدت السهام، فما تبقى معه إلا طلحة ابن عبيد الله. فتقدم الجيش، تخيل جيش كامل يتقدم نحو النبي يريد أن يقتله، ومع النبي رجل واحد طلحة ابن عبيد الله. فقال النبي من للقوم؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. ولا أتخيل يعني موقف عجيب جدا، رجل واحد لو فر لكان معذورا، لكنه لا يريد أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله. فدخل طلحة مع أول ضربة قطع أصابعه الأربعة، فقال حس. فقال النبي لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك. وفي رواية أحمد قال لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. وظل طلحة يدافع عن النبي، مشهد من أعجب ما تتخيل، يتمنى كل واحد منا أن يكون صاحب هذا المشهد. تخيل أنت مع النبي وحدك تدافع عن النبي أمام جيش بأكمله. فكان النبي قبلها قد وقع في حفرة فانكسرت رباعيته وشد جبينه ونزف الدم الشريف على وجهه، فكان في عياء شديد، فما استطاع أن يقف على رجليه، فكان يحمله طلحة ويرجع به إلى الوراء. فإذا اقترب المشركون وضع النبي على الأرض وقاتل، فإذا انصرف المشركون عاد وحمل النبي إلى أن وصل إلى صخرة فما استطاع أن يحمل النبي. لماذا؟ لأن كان به بضعا وثلاثين ضربة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. فلما لم يستطع أن يحمل النبي لأن يده قد شلت من كثرة الضربات التي ضرب بها، قام النبي وصعد على الصخرة وقال أوجب طلحة، اللهم أوجب لطلحة الجنة. فكان من العشرة الذين بشروا بالجنة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يحمل خير للأمة صلى الله عليه وآله وسلم. فطلحة بن عبيد لا يبشر بالجنة، بل ويأتيه أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل المسجد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يا رسول الله من الذين يعنيهم الله بتلك الآية؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فسكت النبي ولم يرد، وبعد دقائق دخل طلحة بن عبيد الله من باب المسجد، فنظر النبي وقال أين السائل؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال هذا من الذين صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بل حتى أصحاب الأعذار لم يتخلفوا عن نصرة رسول الله ولا عن نصرة الإسلام ولا عن الشوق إلى جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن النبي أيضا صلى الله عليه وسلم. في معركة القادسية يقول عبد الله بن أم مكتوم لسعد بن أبي وقاص، أقول له يا سعد أريد أن أحمل الراية، فأنا رجل أعمى لا أرى ولا أستطيع أن أفر، وما دمت واقفا فالراية مرفوعة. فأعطاه الراية ووقف عبد الله بن أم مكتوم ثابتا في القادسية رافعا الراية، وظل هكذا حتى آخر قطرة من دمه. فلما انتهت المعركة وجدوا عبد الله بن أم مكتوم وبه أكثر من 70 ضربة بسيف وسهم ورمح، وما زال ممسكا بالراية وهو قد فارقت روحه الحياة، عبد الله بن أم مكتوم. بل وهذا عم
الجموح، رجل أعرج شديد العرج، وعلى الرغم من ذلك ابنه أسلم، وابنه الذي اشترك في قتل أبي جهل كما في الحديث الذي رواه البخاري أن الذي قتل أبا جهل هو معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفران، والذي احتز رأسه عبد الله بن مسعود. فكان عمرو بن الجموح له 6 من الأولاد يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، ومنعوه من أن يدخل في غزوة بدر. فلما جاء يوم أحد اشتاقت روحه إلى الجنة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، وإني والله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن. فتبسم النبي وقال له: أما أنت يا عمرو فليس عليك جهاد. ثم نظر إلى أولاده وقالوا: أما أنتم فدعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة في سبيل الله. فتركه النبي يدخل، فإذا بعمرو بن الجموح يأتي إليه يسأله مرة أخرى، يقول له: يا رسول الله، ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: أجل والله. فلما انتهت الغزوة مر النبي بعمرو بن الجموح فوجده مقتولا، فتبسم وقال: والله يا عمرو، لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. سبحان الملك، بل هذا عمار بن ياسر وأمه وأبوه، أمه سمية أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ياسر الذي قتل أيضا من كثرة التعذيب، وظل يعذبون عمارا عذابا شديدا. فمر النبي على عمار وعلى أبيه وأمه وأراد أن يثبتهم وأن يصبرهم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: أبشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة، وفي رواية وإن كانت ضعيفة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فثبتوا بعد ذلك حتى قتلت سمية وقتل ياسر، وبقي عمار يعذب عذابا شديدا إلى أن أجبروه على أن ينطق كلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أطلقوه فذهب إلى النبي وهو يبكي، فقال: ما بك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. فقال له النبي: فكيف تجد قلبك؟ قلبك عامل؟ قال: مليء بالإيمان يا رسول الله. قال: فإن عادوا فعد. فنزل قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. شيء عجيب جدا، قلوب اشتاقت إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى، بل منهم من شم رائحة الجنة وهو ما زال حيا في تلك الحياة الدنيا. وعلى رأس هؤلاء أنس بن النضر، وأنس بن النضر هو عم أنس بن مالك ذلك الصحابي الجليل. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن أنس بن النضر حينما ندب النبي وأصحابه للخروج في غزوة بدر، كان أنس بن النضر مريضا مرضا شديدا، فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرام الله مني ما أصنع. هذا وعد من أنس بن النضر لرب العالمين جل وعلا. فدخل أنس بن النضر بعد ذلك في غزوة أحد، دخل وقاتل قتالا شديدا، فما عرفوه وما عرفته إلا أخته ببعض علامات في أصابعه، لأنهم وجدوه وبه 84 ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فينزل جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في رواية أخرى أنه لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، جلس الصحابة ووضعوا سلاحهم، فمر عليهم أنس بن النضر فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. فقام أنس بن النضر وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال له: يا سعد، واه لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. تأمل المشهد، الناس عمالة تجري خارج أرض الجهاد، وأنس بن النضر لوحده داخل يجري على أرض الجهاد. ليه؟ شامم ريحة الجنة عند سفح جبل أحد.
قال والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد، فدخل فقاتل فقتل فشم رائحة الجنة قبل أن يموت. في نفس الغزوة كما في رواية الحاكم بسند صحيح أن النبي أتى بزيد بن ثابت وقال يا زيد بن ثابت التمس لي سعد بن الربيع فإن وجدته فأقرئه السلام مني وكله رسول الله يقول كيف تجدك أي كيف حالك. فذهب زيد بن ثابت والتمس سعد بن الربيع فوجده في الرمق الأخير في آخر نفس، فقال له يا سعد رسول الله يقرئك السلام. يا بخت واحد في آخر لحظة في حياته والنبي بعت له السلام، قال رسول الله يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك أي كيف حالك. قال وعلى رسول الله السلام قل له إني لأجد ريح الجنة، قل له أنا شامم ريحة الجنة دلوقتي، وكل قوم يا الأنصار لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. يا سلام، كل تفكيره في سلامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومنهم، وأختم الخطبة الأولى بهذا العنصر، بل ومنهم من لم يشم رائحة الجنة فحسب، بل منهم من لم يرد أن يدخل الجنة فحسب، بل منهم من أراد أن يكون في صحبة النبي في الجنة. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجلاً أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ مش مهم الساعة أنت، المهم أنت جاهز ولا لا؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. رجل بيصلي فرائض وجواتب لكنه لا يجتهد في النوافل. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. يقول أنس فما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث، لأني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن رب الكعبة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الصحابة والتابعين بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. الحديث الثاني رواه مسلم أن ربيعة بن مالك الذي كان يعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يكافئه فقال سلني شيئا يا ربيعة. ربيعة كان عنده 17 سنة وكان من أهل الصفة، فقير جدا، لا عنده بيت ولا زوجة ولا مال ولا أولاد، لا يملك شيئا من حطام الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم سلني شيئا إلا هتطلبه أبواب السماء مفتوحة، أطلب اللي أنت عايزه. كان الجواب عنده جاهز، لم يفكر، ما قالوش سيبنا فكر ورد عليك بعد أسبوع، لا، بيقول سألني شيئا يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فالنبي حب أن هو يرجع، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. آخر حديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، وأنا أسميه حديث المحب، أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، بس عندي مشكلة، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله.
لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. هكذا استطردنا في ذكر بعض الأمثلة لمن اشتاقت قلوبهم إلى الجنة. الجنة هي الوطن الأصلي الذي خرجنا منه. حينما أهبط آدم عليه السلام من الجنة كنا نسمات في ظهر أبينا آدم، فلما أخرج خرجنا معه، فالقلب يشتاق إلى أن يعود إلى الوطن الأول. الوطن الأول هو الجنة، فلا بد أن تكون في شوق شديد للعودة إلى وطنك. كثير من إخواني وأحبابي الذين يجلسون أمامي في هذه البلدة لهم أوطان أخرى، منهم من جاء من مصر أو من الجزائر أو من تونس أو من المغرب أو من أي دولة أخرى من بلاد المسلمين، ومهما مكث في بلاد الغرب رغم أنه يحب البلد أيضا التي يعيش فيها، رغم ذلك فحنينه الأول إلى وطنه الذي ولد فيه، أليس كذلك؟ وما زلت حتى لو عشت في أي بلد فيه على وجه الأرض، لو عشت 60 سنة يظل الحنين في قلبك إلى الوطن الذي ولدت ونشأت فيه ومكثت فيه في مرحلة الطفولة الجميلة. لا تنسى هذا الوطن أبدا. فمن باب أولى أن ترجع إلى الوراء وأن تذكر الوطن الأول الذي نريد جميعا أن نعود إليه بعد أن أخرجنا منه، ألا وهو الجنة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشوقنا إلى الجنة فحسب، بل يشوقنا إلى أن نكون في أعلى درجات الجنة، كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. خد بالك من الحتة اللي جاية دي: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ لأن في 4 مميزات، الـ3 الأولانيين ما يهمناش قوي، إنما يهمنا الميزة الرابعة. قال: فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، واللي أجمل من كل ده وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فسقف العرش، سقف الرحمن، سقف الفردوس هو عرش مالك الملك وملك الملوك. ولذلك حينما سألت امرأة فرعون آسية التي جعلها الله عز وجل مثلا لكل مؤمنة إلى يوم القيامة، لما سألت المولى عز وجل الجنة اختارت الجار قبل الدار، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجوار. ولذلك فالإنسان حينما يريد أن يجتهد في الطاعة فلا بد أن ينظر إلى أعلى طاعة. في أمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه عسى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أما في أمر الآخرة: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يبقى في مسابقة وما زلنا في حلبة السباق، فاحرص على ألا يسبقك إلى الله أحد. لذلك قيل لأحد أصحاب الإمام أحمد: كيف رأيت الإمام؟ قال: والله لقد صحبت الإمام 20 سنة ما رأيته في كل يوم إلا في زيادة. وقال أحدهم: والله لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد في طاعة الله شيئا. يعني وصل لآخر درجة في الطاعة من القيام والصيام لذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول سبحان الملك: إن الذي يحب أحدا يكثر من ذكره. ما الذي يمنع الناس من إكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى؟ وسنتناول، لا أريد أن أطيل في الخطبة حتى من يريد أن ينصرف فلينصرف، ثم بعد ذلك سنجلس سويا جلسة، يعني أخ محب لكم مشتاق لرؤيتكم، سنجلس سويا لنتكلم عن عنصر في غاية الأهمية، ألا وهو نعيم الجنة المعنوي. النعيم الحسي كل الناس عارفينه، الأنهار والأشجار والخضر والفاكهة واللحوم والحور العين إلى غير ذلك من النعيم الذي كلنا يعرفه. أما النعيم المعنوي فهو أعظم 1,000,000,000,000 مرة من النعيم الحسي، وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله جل وعلا في الدرس الذي بعد الخطبة مباشرة إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ المسلمين في غربتهم. اللهم احفظ المسلمين في غربتهم. اللهم احفظ المسلمين في غربتهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم بارك في هذا البلد وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم بارك في هذا البلد وفي جميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليه. اللهم زوج شباب المسلمين وزوج بنات المسلمين وارزق الجميع بالذرية الصالحة يا رب العالمين. اللهم وسع على المسلمين أرزاقهم. اللهم بارك لهم في أرزاقهم. اللهم احشرنا جميعا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.